بكره مباراه مهمه، مباراه صعبه، شايفينها ازاي في كلمات سريعه يعني؟ ماتش محتاج روح اكتر، محتاج رجوله اكتر، محتاج اللعيبه دايما تفتكر ان هم لابسين تيشيرت منتخب مصر، ان هم بيحملوا امال ل 120 مليون واحد قاعدين بيتفرجوا عليهم على التلفزيون. دي مهمه جدا. في اوقات كتير الروح والرجوله بتعوض فرق الامكانيات. يا كابتن، يمكن جيلكم اكتر جيل كان بالنسبه لي انا شفته يعني كان مميز في الحته دي، الروح دايما بتعوض فرق الامكانيات، فاحنا مستنيين منهم روح قويه، مستنيين منهم ان هم يظهروا بالرجوله، مستنيين منهم ان هم يبقى عندهم دايما الرغبه والهدف ان هم يسعدوا الجماهير، والنتيجه دي بتاع ربنا.